على البيوت اللي صايرة هون. أوف 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 أوف، توقع في زومبي راح يكون هون بشكل فظيع، وأنا ماني مدرع بشكل كافي. عبي هاي الأنين لو سمحت، عبي لي هي فل. أنا لازم أحطها هون بعدين أحط لها فل. حلو، صار أعبيها مي، عباها مي، بس ما أتوقع مي نظيفة، مي وسخة. أون سيف مكتوب، خطرة شوي هاي المي. ها ما فيني أعبي هاي، هاي مي تعتبر خطرة نوعا ما. ما علي ما علي، لو خطرة لو إيش، والله لو إيش. في بيت صغير أمامي هون، خلينا نشيك عليه بلكي يكون في شيء. خلينا نشيك على البيت اللي هون، بسم الله على بركة الله. أنا إيه الآن ما شفت زومبي، مديني أخلي هذا كمان البيت تبعي. خلينا نشوف إيش فيه. ما في موارد، لا خلي خلاص سكر الباب. خلينا نسحب على المكان ونروح نشوف هون إيش فيه بالمكان معنا هون. طبعا لازمني أكل ضروري. خلني أدور بالبيوت هون، يا رب هي السيارة تشتغل، يا رب يا محمود السيارة هي تشتغل يا رب. برضه نفس المشكلة، ما في بنزين يا حبيبي، بس خلني أدور ورا كمان، ما في شيء. طبعا فيني أخزن فيها كمان أغراض، يعني لا تفكرون ما فيني، بس ولكن راح ممكن أنسى المكان، يعني عرفته تعتبر خطر نوعا ما. أوكي هون كله فاضي، كله فاضي المكان هون، ما في شيء. بديني أطلع لفوق ولا لا؟ ما في سلم، ما في سلم أتوقع. بس هون في سلم، ما ادري اذا يمديني اطلع اشيك على المكان. اوه والله يمديني اطلع، والله يا جماعه يمديني اطلع، حركه تعتبر حلوه. اي لا اطلع اطلع يا حبيبي اطلع، شيك من المكان من فوق نشوف وين ممكن نروح، وين ممكن نساوي الاغراض. اطلع، ايوه هون طلعني. حلو، انا حاليا فوق البرج يا جماعه الخير، زي ما شايفين البحيره امامي، وبيتي البسيط صاير بهي التله زي ما شايفين امامنا، بيتي صاير هنيك. حلو، وحاليا ما لوتنا هون، باذن الله راح نلوت كل الاماكن. ولا ايش ننتظر؟ خلينا ننزل نلوت فورا. دقيقة يا جماعة، خلينا ننزل نلوت الأماكن نشوف ايش فيه، هل راح يكون في زومبيز ولا لا؟ خلينا ننزل ونشيك الوضع بنفسنا. أتمنى إني أحصل أكل يا حبيبي، والله الأكل عندي صار مضروب. أنا المفروض أحصل أكل بهذا المكان، يا رب أحصل أكل. خلينا ندخل. الآن ما أدري والله، ماني حاسس إنه في زومبي، معقول هن جوا هالبيوت؟ حتى المكان هون فاضي، بس أنا شاكك بهي البيوت. اصبر اصبر، كأنه في هون اشي. ايش هذا؟ ما يمديني اخذ هاي؟ ثواني، لا ما يمديني اخذ. في عنا هون اغراض، ما ادري ايش هي. فرن، فورج، لو كواليتي ميتل، لازم احط ادوات هون. الميتل سكراب هذا بيعطيني ميتل سكراب وبيعطيني هاي الموارد، بس عم حصل منها بشكل فظيع من الجيم يعني. ما علي ما علي من هاي الموارد، رح نشوفها بعدين بالتفصيل، رح احاول اتعلمها خلف الكواليس عشان ارجع لكم بعدين اقوى بالحلقه القادمه باذن الله. ولكن حاليا رح احاول ادخل جوا هذا البيت. لا اصبر اصبر، انا سلاحي كم طلقه؟ في طلقه واحده حاليا، راح استعمل السلاح مؤقتا. اوه هذا زومبي مر، هذا زومبي يا جماعه، هذول زومبي صح؟ اي والله زومبي. مات اول زومبي، قتلت زومبي يا جماعه حاليا انا. خليني بس اشيك هذا البيت. لا افتح افتح افتح، مسكر، ما يمديني افتحه، ما معي شيء حتى افتحه فيه. اوه والله الزومبي جوا، والله يا جماعه اني خايف. اصبر 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 اصبر، هذا هو جوا، توقعون يمديني اقتله ولا بيقتلني؟ انا خايف يقتلني والله العظيم، ما ادري ايش اسوي. اوه معي معي بسكوت، ليش ما تاكلها؟ معي بسكوت، خليني اكلها يا جماعه، ما كنت منتبه. ما ادري اذا كان يمديني اضربه لهذا اللي هون. اوه اوه ماي جاد، والله كتار، والله كتار. اهرب يا رب ما يلحقوني. اوه هرب جوا البيت فورا، والله انكم خوافين، هرب جوا البيت. ما علينا، خلينا نكمل، ادخل جوا هون. طيب ان شاء الله ما يكون نفسه هو البيت، اذا كان نفس البيت راح يكون وضعي جدا. اوه ماي جاد، جاني جاني يا جماعه، اركض اركض. اوه ماي جاد، ايش في هذا بيركض علي هيك؟ والله مره سريعين الزومبي هذول، لازم ادخل جوا البيت باي طريقه. امشي امشي في حال سبيلك، امشي. ايوه هذاك لف لف لف، راح. اوه لا يتطلق لا يتطلق جوا هون. لا تقول لي جاء، لا ما جاء لسه. فين الزومبي حاليا؟ فين صاير؟ لازم اطلع لفوق. اوه طلع لفوق، هذا هو نازل. اوه شافني 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 شافني، اسرع اسرع. اوه ماي جاد، ما بده يطلع. اوه هذا جلتش صح، توقع جلتش. اوه ماي جاد، والله صابني. ليش؟ ممكن اضغط عليهم بحرف. ايوه قتلت واحد، اصبر والله لا قتلت الثاني. ايوه قتلت الثاني، والله معه الموارد كمان الزومبي. هاي حركه جدا حلوه عاملها. معي بوتيتو يا حبيبي، لما لما معي اخذت بطاطا، ثواني اشوف ايش معي.
خط بطاطا والحركات هاي. اصبر، اوه جاني جاني جاني. اصبر اصبر، ايش ممكن اسوي فيه؟ اصبر. اوه اوه ماي جاد، ايش هذا؟ كان يمديني الف من وراه واعطي حركة، يعني يمديك تقتل الزومبي بالسر هون بهالجيم. والله حركة خرافية تعتبر من الجيم. خليني الم كل شيء موجود هون بهذا البيت، يا ريتني خليت هذا البيت تبعي، والله بيت مرة مرة فخم وكبير. اوه بدي اخزن اشياء هون كمان، احلى شيء انه يمديك تخزن اغراض جوا المكان نفس الوقت، انه يمديك تاخذ. هاي حركة جدا عجبتني باللعبة. الباب هذا لسه مقفل، خليني اروح من ورا، واذا حصلت زومبي راح اعطيه واحدة طعنة من ورا ظهره يا حبيبي، وراح افجر له ظهره. ثواني خليني اطلع لفوق هذا البيت. والله لا العبها مزبوط، اول ما يجي راح اضغط اف على راسه. ثواني، لقيت طلق كمان يا جماعة، ايش وضع الطلق معانا؟ طب ما عم يطلع لي طلق سلاحي؟ اوه والله صح، معي طلق سلاحي كمان، يعني انا وضعي جدا سليم. والله بس حركة شو اسمه عجبتني جدا يا اخي، ليش ما يمديني احطه بنفس. كل لوت بيكون 8 فقط، حلو خليني اشيك. اوه يمديني اطلع انام هون كمان؟ ما يمديني انام هون؟ والله ما يمدي، حركة حلوة صراحة. كل شيء بهالجيم حاليا عجبني انا، والله يا جماعة اللعبة اسطورية من ناحية التفاصيل. خليني ألم كل شيء حاليا من الآن، راح ألم كل شيء حرفيا. ايش مكان يكون؟ معي لوت ولا لا؟ عم بجمع لي هن بنفس المكان، حلو. جاهز يجمع لي هن بنفس المكان، خلينا نشوف ايش في هون بالبراد. البراد ما يفتح، يعني سبحان الله كل شيء يفتح الا البراد. اخذنا ملح بزيادة اتوقع، زودناها يعني. اوه لسه في طلق، راح احط البطاطا هون، مع انه كان نفسي اخذ البطاطا عشان اشويها يعني. والله في موارد كثير يا حبيبي هون. طب خلينا نطلع على الدور اللي فوق، والله نفسي اخزن الموارد هون صراحة. لا برضو في طلق، اوكي حطينا الطلق على الطلق، حطينا هذا على هذا، ناخذ هذا الملابس مدري ايش، نفتح اول هانجر عندي صار جاع اتوقع، لاعب جاع. ثاني خلينا نطعمي شيء معانا هون، ممكن ياكل بطاطا، ممكن ياكل بطاطا، ما ادري اذا معفنه. اوه بس جالس يعطش بشكل فظيع، اشرب شوي طيب، مع انه شرب عادي ما كانت خطيره بالنسبه له يعني. والله ما ادري ايش قلب شوي خطيره كانت. الدوش هذا حلو، وضعنا تمام. اتوقع اني قتلت كل الزومبي بهذا البيت، ما اتوقع انه لسه في زومبي، ماني متاكد والله ماني متاكد. انا جاي اشيك بكل البيت حاليا. اوكي والله الغرف، اوه يد تحكم، اوه ايش هذا؟ اوه لقيت سكينة ثانية، لقيت سكينة ثانية يا جماعة، معي سكينتين يعني صار اتوقع. طب خلني ارمي هاي والم السكينة الثانية. لا يا حبيبي اصبر، ما جالس يصير ليش ما ادري. اوكي اخذتها اتوقع، اخذتها، صار معي سكينتين، السكينة هاي حتفيدني كمان. خلي معي اثنين، ايش حخسر؟ ما ادري، ما حخسر شيء طبعا، طبعا ما حخسر شيء يعني. فخلينا حاليا شوف ايش ممكن نلوت من هون، راح الوت باسرع وقت وراح اروح، لانه الزومبي ممكن يرسبن باي لحظه. هاي البيوت مقفله طبعا، في ابواب جدا كثير مقفله، انا ما دخلت هون. بلا انا اللي لميت، هاي في ابواب مقفله لسه، يا ريت كان يمديني اخلي هذا البيت لالي يا اخي، والله العظيم كانت حركه حلوه. طيب هذا البيت تم تلويته بالشكل شبه كامل، الباب هذا ما قدرنا نفتحه للاسف، اتوقع في تحته اشياء لسه، والفرن مكان هون جدا جميل بالفرن. اتوقع يا جماعه الخير راح ارجع على البيت حاليا، راح اخزن الموارد اللي معي، وباذن الله راح نرجع عشان ناخذ الاشياء الباقيه. اذا خلني اطلع على البيت تبعي حاليا، يمديني كمان اخزن الموارد هون، طبعا مستحيل احد ياخذهم بما انه هي لعبه اوف لاين، ولكن افضل اروح احطهم بالبيت عندي عشان اتاكد من سلامه الموضع يعني وكل الحركات هي. فالبيت تبعي فين صاير يا محمود؟ هذا هو البيت تبعي، مبان من هون، مستحيل انسى البيت تبعي. فشي يعتبر حلو ما يحتاج اعطيه باندج. هذا هو الدب اللي قتلناه هون، لا تقولي لسه موجود. ام الواقعيه يا شيخ، ام الواقعيه، قتلنا الدب هون، يمديني لسه استفيد من اللحم تبعه. ليش ما اخذ اللحم لسه اللي على الارض؟ ما يمديني صح، ما عندي موارد، ما عندي اماكن، مش ما عندي موارد، ما عندي اماكن. ايوه هذاك هو البيت تبعنا، البيت البسيط الخفيف معنا. باذن الله بالحلقه الجايه بحاول ادور لي على بيت اكبر، بيت افخم. لقينا دب تاني هون، لقينا دب تاني، ما يقرب مني هذا الدب ابدا. بحاول ادور على بيت افخم من هذا باذن الله ونظبط الوضع، خاصه حركه السكينه من ورا الزومبي بتطعن من ورا ظهره، جدا عجبتني يا جماعه الخير. ارجوك لا تهجم علي، انا ماني فضيلك ابدا، صدقني من طلقه حتندم، من طلقه طلقتين بنهي حياتك انا، فلا تقرب ناحيتي احسن لك. ايوه مات 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 مات، والله على اخر طلقه مات. كم طلقه معي ما ادري، حاتركك حاليا امام الباب هون، امام البيت باذن الله بالحلقه الجايه، والله لا اسوي من جلده من لحمه مشاوي، والله لا اسوي مشاوي.
خليني بس اخزن كل الاغراض اللي جبتها حاليا يا جماعه. جبنا هاي، خلينا نضيف هاي فوق هاي، خلينا نضيف هاي فوق هاي، بما انه صارت معانا موارد جدا كثيره. اوكي يا جماعه الخير، زي ما شايفين حاليا رجعت لكم. قبل ما تسالون عن يا محمود ليش تغير لون القميص ومدري ايش، انا حبيت طبعا اقطع واروح اليوم الثاني ارجع للتصوير. طبعا ما صورت كل هاي الحلقات بيوم واحد، حبيت اقطع عشان اتعلم اشياء عن اللعبه قبل ما اكمل فيها عشان ما يطلع المقطع سخيف. حلو يا جماعه، فاكتشفت اشياء جدا رهيبه باللعبه. واول شيء اكتشفته انه خلينا نفتح الباب بيت نسكره، هذا الجالون اللي موجود معانا هون يا جماعه، الجالون هذا ما ادري ايش تسمونه، المهم الواتر بارل، هذا الواتر بارل اللي هو الجالون المي، اذا فتحناه ايش مكتوب معانا هون؟ طبعا زي ما شايفين هاي المي اللي اخذتها هي مي غير مصفات، هي مي وسخه نوعا ما، اخذتها من البحيره، يمديني اشيل هاي المي بغض النظر عن انه وسخه ولا نظيفه وتحطها داخل هاي الجالون تخزن فيها المي. كان معي 1.55 لتر تم تخزينها من الانينه، هي صارت فاضيه معي فيني اخذها معي، والمي المخزن اصبح داخل هذا الجالون. ويا جماعه حركه جدا تعتبر حلوه، لانه يمدينا مثلا مع انينه فاضيه اشحن هي فرضا يعني على 100 لتر، وبس اخذ هيك اعمل تيك اخذ الانينه اعبيها مي بدون الحاجه الى الذهاب الى البحيره. هي الحركه جدا جدا مهمه، فخلاص يعني رجعنا المي وناخذها. طبعا الناس اللي عم تسال يا محمود ايش هذا اللي جالس يحكني انا هون، ما ادري ثواني يا جماعه، وبر القطة والله وبر القطة عم يلازم. طبعا الناس اللي حتسأل يا محمود هاي المي الغير آمنة أو غير صحية، طيب إيش حتسوي فيها؟ لأنه حتنقص لك من الهيل تبعك إذا قعدت تشرب منها على مدار مدى بعيد. اللي حنسويه يا جماعة إنه في مكنة هون اسمها إيش؟ واتر بوريفاير، عليكم الانجليزي، المهم فهمتوا معي، هي تصفيه المي. يعني ما بدي اغراض ابدا، كل شيء معي الا البوكيت. طبعا رح نروح ندور على موارد نحتاجها يعني باذن الله بنحصل بوكيت. والشغله الثانيه الحلوه اللي رح نصنعها هي الجنريتر، هذا الجنريتر هو مولد كهربائي. ليش يا محمود مولد كهربائي؟ عشان اقدر انور هاي الانارات اللي هون زي ما شايفين امامنا حاليا. طبعا يمديني اعمل كمان انارات كرافتنج زي ما شايفين، يمديني اصنعها هي نفسها، ولكن موجوده شفتها قدام بيتي قلت ليش ما استفيد منها وليش ما اخذها. طبعا يمديني كمان احركها اخذها معي زي ما شايفين، راح اروح احطها هون، هي من اللعب هاي موجوده اصلا، خليني بس احطها، انا ناوي احطها هون صراحه، المكان هون حيطلع خرافي زي ما شايفين، حطيتها هون فيمديني اشعلها. الموتور اذا صنعته راح احطه خلف البيت هون، راح يطلع الوضع جدا رهيب. واوه ايش هذا؟ لقيت فاس يا جماعه، والله هذا الفاس ادوره من زمان يا حبيبي، والله كنت ناوي اصنع تخت وماني ملاقي خشب، هاي لقيت خشب كمان هون، فالخشب جدا مهم عشان اصنع تخت وانام ويحل الصباح فورا، ما في داعي نروح نظبط وضعنا بمكان ثاني. اللي ناوي اصنع حاليا هو يا جماعه الخير، خليني افرجيكم، لازمنا طبعا نصنع اكل عشان نقدر ناكل هاي الحركات. طبعا اللاشينج معي، الميتال سكراب معي، لازمني الستيك، حلو لازمني ستيك، لذلك خليني فورا اروح اصنع ستيك بدون طول انتظار عشان نصنع بعدين تخت، اعطاني هي حاليا. فايش اللي لازمني؟ ما لازمني ولا شيء عشان اصنع الشيء اللي بدي اياه، نروح نرجع ونشوف ايش كان لازم نصنع. طبعا انا مثل ما قلت لكم ناوي اصنع هي عشان الاكل، لازمني ايش؟ لازمني ستيك، فورا نصنع الستيك. كم حبه لازمني؟ 7، لعيونك يا محمود هي 7، كرافت يور سيلف، نصنع 7 ستيك. تعلمت كل شيء عن الكرافتنج بهي الجيم، ما عليكم انا حاليا صرت مخضرم. ايش لازمني كمان؟ سريع سريع، لازمني سكراب ولاشن، حلو خلينا نجيب شو اسمه هذا السكراب ناخده وبسم الله على بركه الله راح نحطه برا. انا ناوي احطه بهذا المكان، طبعا يمديني انور لكم كمان عشان تشوف، راح انور لكم اناره بسيطه هون. ناوي احطه بهذا المكان، خليني بس الم هالحجر من هون. اوكي ما معي مكان مناسب، حلو ما علينا ما علينا، راح نعمل له كرافتنج لهذا الشيء. يا محمود فينو فينو فينو، يا سلام يا سلام يا سلام، احطه بهذا المكان اتوقع مناسب للطبخ، للامانه احسه جدا مناسب للطبخ. وخلينا ندقه حاليا ونصنعه للشيء اللي رح نطبخ فيه. طبعا زي ما شايفين حاليا تم صنعه بشكل كامل، مفروض لحم، انا معي لحم ما عليكم، مفروض نجيب حاليا جزر والمي لازم نعبيها. طبعا بتشيل المي من هون، تختار كم لتر بدك لنقول 0.10 وبتعبي هون، هو كاتب لك هون بده 0.75 لتر عشان يقدر يصنع لك الميت ستيو ومدري شو، حساء جدا لذيذ يعني، راح ينورنا راح يزبط لنا وضعنا. انا حاليا حرجع هذا مكانه. وايش ناقص محمود عشان تشعل النار هي؟ طبعا هي شو اسمه بدها كامبينج فاير، طبعا بدها كامبينج فاير، كامبينج فاير جدا سهل، خليني اصنع لكم اياه على السريع ما بده طول انتظار رجاء. يا سلام، يمدينا اصنعها ولا لا؟ خلينا نشوف، يمدينا اصنعها بكل بساطه، يمدينا نصنعها. والوضع الليل ما عليكم انا كله راح اظبط لكم وضع، بنحط الكامب فاير هون وفورا بنصنعها حاليا، ندق ونظبط الوضع عشان الاكل زي ما شايفين معانا هون يا جماعه الخير. اوكي هاي الكامب فاير صار، هاي زي ما شايفين هاي الاناره خفضتها. ايش نحتاج موارد عشان نشعل النار؟ جدا سهله، معي الكبريت انا، وبنحط له شويه خشب، طبعا الخشب بس بتشيله بتحطه هون تحت، والنار وكل شيء بتحطه هون
بس تعمل هاي وفورا بينول لك النار وبتظبط الاكل. حلو يا جماعه الخير، كلنا حاليا صرنا نعرف كيف نصنعها، شيء جدا حلو. هاي اساسيات لازم كنا نصنعها. اللي حسويه حاليا انا لازمني خزنه اضافيه للبيت، هاي خزنه اضافيه رح تفيدني جدا. طبعا يديني كمان اصنع براد، ها يا جماعه كله بوقته حلو، ما عليكم كل شيء بوقته حلو، رح نصنع كل شيء حلو، حتى هي ماكينه اسلحه فيها 1000 سلاح، هي بتطلع لك كل شيء حلو. بتخت حاليا، تخت لازمني اصنع وود. حلو، الخشب اللي شفناه برا حروح اخذه، وانا ناوي احطه بالمنطقه اللي صايره هون للامانه. خلي هذا مكان السرير تبعنا، خلني الفه بس واحطه، كل ما ننام نجي على هاي المنطقه هون، كل ما ننام نجي على هاي المنطقه هون. حلو، لا خليني اضبطه بس، انا جدا دقيق بهي الامور. خلاص خلينا نصنعه، رح ياخذ مني كمان وقت جدا كبير. الهنجر رح ينقص، الثيرست رح ينقص، العطش والجوع والحركات هاي. انام يا جماعه، خلاص رح حين الوقت النوم. الساعه حاليا 9:30 بالليل، رح ننام تقريبا 10 ساعات عشان يحل الصباح. رح ينقص مني موارد، رح ينقص مني كثير اشياء. الساعه صارت 5 الفجر، 6 7 الصبح، صحينا 7 الصبح وصار الوضع الصباح. يعني رح نطلع فورا ندور اكل، ما رح اخذ معي شيء. الخشب هذا بما انه بيتي رح يضل فيه، رح ارمي فيه كل شيء هون، ما رح احتاج ولا شيء من هدول، ولا شيء من هدول للاسف. الستيك هذا رح اخليه معي، الطلق هذا رح ارجعه، وكل شيء رح ارجعه. وبسم الله على بركه الله نبدا البحث على الموارد. كل شيء جديد، كل شيء حديث ما رح اخذه معي. انا بس مقهور على حاجه واحده يا جماعه للامانه، انا مقهور على هذا الشيء. تدرون ايش؟ تدرون ايش؟ خلني اصنع خزني على السريع والله يا جماعه. طبعا يا جماعه رح اصنع قبل ما امشي وانطلق بمسيرتي، رح اصنع بس صندوق ثاني هون عشان اخليه بين الجماعات اللي معانا هون. لف حاليا بس خليه ياخذ الوضع المناسب. صنعته باللون الاحمر هي المره، خلي لونه هيك يكون فريد من نوعه. خلينا نصنعه فورا، دائما الصنع هون بياخذ منك وقت وجهد وتعب جدا. خلينا زي ما شايفين حاليا صنعنا لونه احمر، يمديني احركه وين ما بدي احطه. نحط الموارد اللي ما بدنا فيهم، هذا كان جدا مناسب عشان اصنعه للامانه. خلاص كل شيء تمام، بسم الله على بركه الله ننطلق يا محمود. هاي الاكل اللي معانا هون كل شيء تمام، شوفوا بيتي احلى والله، بيت الاحلام انا اسميه. هاي اللعبه صارت عندي افضل من لعبه ذا فورس. خلينا ننطلق بهذا الطريق، انا شفت فيه تخييم بسيط صاير من هون، واخيرا راح نروح ننطلق بعد طول انتظار. هاي الحلقه ممكن تكون اطول بشوي من الحلقه الماضيه، الحلقه الماضيه بس كانت مجرد استكشاف للعبه، ونشوف رايكم عنها. يا رب القى حقيبة على الاقل هون، يرحم لي اهلك على الاقل حقيبة. للاسف الشديد ما في شيء هون. خلينا نزور هذا المكان اللي شايفينه امامكم، بس انا رح احذر من الدب برضو، بقول لكم رح نحذر من الدب. خليني امشي من هون. اوه ايش هاد؟ مجرد حج. والله في مكان هون تحت، خليني ننزل له. لا اصبر اصبر، سامع اصوات غريبة، سامع اصوات زومبيز غريب ولا شيء. هذا ايش؟ اوه لقيت مشار ثاني. حلو حلو، هذا المكان فاضي هون، ما بدي اخذها، ما في حدا ماخذ هذا المكان عم بيقولوا. مثل ما قلت لكم اللعبه ما فيها اونلاين مؤقتا، قريبا جدا راح يصدر اصدار الاونلاين، وراح تشوف هيك ناس مخيمين هون ونايمين، والوضع حلو مثل لعبه دايزي. اللي بيعرف لعبه دايزي، انا بسميها دايز، مدري ليش الناس بتسميها دايزي. المهم لعبه دايز جدا خرافيه، وراح العبها مستقبلا كمان. كل الالعاب السرفايفل باذن الله راح نلعبها. طيب خلينا نستكشف هذا المكان اللي معانا هون حاليا. اوكي ندخل نفتش بالسيارات، طبعا خلينا نشوف بس الهنجر، فتش بالسياره هون ما معنا شيء. طبعا الابواب لازم نفتح الابواب، توني ادري انه بالابواب ممكن تحصل شيء، حركه حلوه كان لازم انتبه لها من قبل. هاي ما فيك تفتحها، ايش هذا الشيء؟ اوكي لقينا سكراب. اوه لقيت اكل، لقيت اكل، خلينا ناكل فورا. لقيت اكل، هذا الشيء راح يعبي لي السمنة فورا، والاكل عندي جدا صار شبه فل. ما كنت ادري والله ممكن احصل اكل هون. هو حتى هون بيفتح، يمديني احط البطاريه من هون. لقيت فيوز، هي اخذت فيوز يا جماعه، هذا بيفيدني عشان شو اسمه. تعال تعال تعال، هي والله راح اخذ الفيوز بالكامل، هذا بيفيدني عشان اللمبات اللي عندي ممكن يحترقوا علي ولا شيء. والله ما كنت ادري اني يمديني افتحها، خليني اشيك بكل السيارات اللي كان. ثواني، هون ما في شيء، هون ما في شيء، هون ما في شيء، شيك هون. بطاريه سياره، لقيت بطاريه سياره يا جماعه، والله شيء خرافي جالس يصير، يمديني ممكن استفيد منها هي الحركات كلها. اوه اوه اوه، لقيت كمان دولاب سيارة، هون صارت فاضية، ما يمديني ادور بهدول، لازم ادخل جوا البيوت طبعا. خليني ادخل جوا البيوت ادور انكش بالبيوت، انتبه من الزومبي بس لا يطلعوا لي ولا شيء. المكان اتوقع هون فاضي، اي والله مكان هون كله فاضي، اتوقع هني لفوق، واصلا الباب كله مسكر، فينه؟ اوه ماي جاد، شوف يا جماعة هذول هني جوا البيت هون، اول ما افتح الباب راح يجوني. اتوقع ما راح اجي لهون اصلا، خلني انزل بسرعه من هذا المكان، ما راح اكمل بالمكان هذا للاسف، راح اطلع منه يا جماعه. بدا الرعب يذب فيني، ما ناوي اموت والله العظيم، ما ناوي اموت يا جماعه، ما ناوي اموت ابدا. نفتح هاي الباب هون،
يعني كمان السكراب، السكراب جدا مهم بالجيم، لا تضيعوه ابدا. طبعا لازمكم 4 عجلات كمان، بتشيل العجله وبتحطها هون عشان تمديك تسوق، لانه شوف العجلات كلها خربانه، يعني لازم كل شيء تضبطه بنفسك بالسياره، عرفتوا؟ يعني لازم اشوف لي سياره وخلاص اركز عليها. بالنسبه للزومبي يا محمود، بالنسبه للزومبيز اتوقع في 100% زومبي بهذا المكان جوا. واو ورشة الأعمال، سكر الباب يرحم لأمك، سكر الباب. لقينا فأس ثاني هون، ولقينا عجلة، صار معي عجلتين. أوه ماي جاد على الأغراض اللي فيه هون، يا ريت أخلي هذا البيت تبعي. أداة صنع الأسلحة هي أتوقع، مسامير والحركات هي. واو كان لازمني أصنع مسامير، والله كان لازمني أصنع مسامير عشان أسوي، عشان شو لازمني كان مسامير؟ ثانية يا جماعة الخير، لا تقول لي مدين أصنع الجير، ثواني ثواني، والله العظيم صار معي حماس. اوه المسامير عشان اصنع هاي كل الادوات، ليش ما اخلي هذا البيت تبعي؟ اوه لقينا موتور السيارة كمان، والله العظيم حرام. لقينا قميص اكويب، لقينا قميص يا جماعة، خليني افرجيكم شكلي كيف صار. ثانية لقينا قميص، اصلا ما فيني اشوف شكلي انا اصلا، ايش اللي خليني افرجيكم شكلي، لقينا قميص يا حبيبي. ثانية ثانية ثانية، خليني ادور ايش كان فيه، في اكل كمان، خليني اكل الاكل وكل شيء معانا فل صار، والله راح اخلي هذا بيتي شكله، والله يا جماعه افكر انه اخلي هذا البيت تبعي، لسه محتار لسه محتار، لانه هون الاماكن لسه لسه كثيره. بطاريه سياره ثانيه حاليا لقينا، وخلينا نشوف ايش ممكن نصنع من هاي الاماكن. يمدينا نصنع كبريت ستيك، شو كمان يمدينا؟ انينه مي، يمديك تصنع انينه مي بكل سهوله. اوه البوكت لقيتها، لقيت يمدينا اصنع البوكت، اصنع لي وحده بوكت يا حبيبي. ولا لك اصبر اصبر، والله العظيم اني محتار. البوكيت طبعا عشان ايش كان يا محمود؟ عشان تصفية المي، صار يمديني اصنع تصفية المياه يا جماعة، كل شيء معي عشان اصنع تصفية المياه. طب ايش بتكلفني هاي الماكينة اذا حصنعها؟ خلينا نشوف اسم الماكينة، وورك بنش، والله كان يمديني اصنع هاي عندي يعني الصراحة، بس ليش ما فيني؟ ثاني ثاني، ليش ما فيني اخلي هذا المكان الي مثلا؟ لازم يعني ارجع لهون، والله حرام عليكم، راح يكون مكاني بالمختصر المفيد، راح اخليه مكاني، اتوقع لانه كل شيء مفيد معي، معي مكان اماكن تخزين كثير، شوف اماكن تخزين، والله العظيم مش حرام يا جماعه ما استفيد من كل هاي الاماكن، بس بتحطها بالمكان وبيضل ما بيروح ابدا، انا اشوف شيء جدا حرام اني ما استفيد من المكان. ثواني خلينا نشوف كم طلقه صار معي، معي 3 من 3 صار، هذا هو المخزن كان الاصفر، الاصفر هو مخزن، انا حاليا محتار. هل اخذ هذه الورشة؟ تدرون ايش؟ والله لا اخذ الورشة، ليش ليش تحتار؟ ليش اصلا تحتار؟ انا ما اعرف ليش تحتار، ثاني ثاني، هذا ممكن جدا احتمال كبير اخليه البيت تبعي، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، هل اخلي هاي الورشة بيتي؟ اوكي، بما انه بيت في هنيك، ليش ما تخلي هذاك بيتك؟ بدل ما تروح ترجع لهنيك، هذاك مكان فاضي كان صراحة يعني. والله العظيم ما ادري، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، انا راح اخذ رايكم بالتعليقات، هل مثلا بدكم يا جماعه نخلي بيتنا القديم موجود لسه بس نموت نرسم فيه، ولا نطور نخلي هذا بيتنا اللي شايفينه امامكم، فيني اخليه بيتي يعني قريب من الورشه، ولا اخلي الورشه بيتي؟ كيف اخلي الورشه بيتي؟ مدين اصنع فيها، اصنع فيها بيت بسيط مثل ما شايفين امامكم، هذا البيت اصنعه جوات الورشه ويمديني ارسم فيها بشكل ممتاز. فهذا كان كل شيء بالنسبه لهذا المقطع يا جماعه، حتى اني راح اختم الحلقه هاي بالورشه عشان اسمع رايكم، الورشه جدا حتفيدني مثل ما شايفين، بدي اصنع فيه اشياء، وحتى ما كملت اصلا، ما شفت الاغراض الباقيه اللي ممكن اصنعها. البوكيت جد، البنزين، البنزين بدك تصنع من هون، السياره 100% حتناخذها بالحلقه الجاي، كل شيء بدك تصنع من هون، تخيلوا بنزين، يصنع لك بنزين، والموارد كلها قوس تمرمي من، ترمي من بعيد على شو اسمه، والله حرام يا جماعه ما اصنع البيت هون. شوف الاشياء اللي ممكن اصنعها، وهلا فهمت هي ايش تفيد، اناره كمان. خلاص يا جماعه انا رايكم حاخذه بالتعليقات. كان معكم محمود من قناه مامكاو، اتمنى تضغطوا لايك على هذا المقطع اذا عجبكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا مثل ما انا عم بستمتع بهي السلسله الرهيبه. وبس كان معكم محمود من قناه مامكاو، مع السلامه.